برنس السينما المصرية. اتولد الفنان أحمد مظهر سنة 1917 في القاهرة، واتخرج من الكلية الحربية سنة 1938، والتحق بسلاح المشاة، وبعدها انتقل لسلاح الفرسان، وتولى قيادة مدرسة الفرسان، وشارك في حرب فلسطين سنة 1948. اتمتع أحمد مظهر بظهوره القوي وقدرته الفائقة على إيصال الشخصية اللي بيجسدها بطريقة مؤثرة، ده اللي جعله من أبرز الممثلين واللي وضع بصمته في قلوب جمهوره. لم تكن حياة الفنان الراحل أحمد مظهر بالبساطة، واجه عدة مشاكل ومواقف صعبة، أبرزها لما نسى مسدسه الميري وبه طلقات رصاص حية في منزله، وجاء صديقه ليلعب مع نجله فأخذ ابنه السلاح وأطلق عدة طلقات على صديق الفنان أحمد مظهر، مما أدى إلى وفاته في الحال. أثرت وجعة القتل الخطأ على حياة أحمد مظهر اللي اتهم زوجته وأم أبنائه الأربعة ثلاث فتيات وولد بالإهمال في تربيتهم، ده اتسبب في وفاة صديقه، وبدلته هي الأخرى نفس الاتهام، وبدأت معركة النفوس الحائرة والتي انتهت بالانفصال والطلاق، طريقة غصة في قلب مظهر. وفي تصريح سابق له قال أحمد مظهر خلال تصريحات تلفزيونية إنه لا يحب ذكر هذه الذكرى لأنها أليمة بالنسبة له. عاش الفنان أحمد مظهر قصة حب طويلة مع زوجته وأم أولاده الأربعة، حيث كانت تتزين صفحات المجلات الفنية بصور العائلة السعيدة التي تجمع النجم المشهور وزوجته الجميلة وأبنائه يوما بعد يوم. الفنانة الراحلة مريم فخر الدين أثارت الجدل عن حياة أحمد مظهر مع الإعلامية صفاء أبو السعود في لقاء قديم، وردت في مريم عن سؤال إحدى معجبيها عن حقيقة حجر أبناء الراحل أحمد مظهر عليه. ردت مريم فخر الدين مؤكدة أن أحمد مظهر بنفسه اعترف لها بأن أبنائه حجروا عليه، وذلك لأنه كان بيمتلك 30 فدان، كل فدان كان بيبلغ سعره 1,000,000 جنيه في الوقت ده. وقالت مريم فخر الدين أنها ذهبت لزيارة أحمد مظهر في إحدى المرات بصحبة نادية لطفي وكوثر شفيق، واستقبلتهم زوجته استقبال سيء، وده لاعتقادها بأنها متجوزة من أحمد مظهر. وردت عليها مريم فخر الدين وقالت لها لو كانت متجوزة كانت هتاخده من البدرون اللي حاجزينه فيه، وأكدت أن أبناء أحمد مظهر كانوا حبسوه بآخر أيامه في بدروم البيت ومنعوه من التواصل مع البشر، وخاصة مريم فخر الدين، وهذا بحسب تصريحاتها التي أثارت الجدل وقتها. مأساة أخرى عانى منها الفنان الراحل أحمد مظهر كانت الفنانة سعاد حسني السبب في اعتزاله التمثيل في أشد فترة توهجه الفني، والحكاية بتبدأ لما أصرت السندريلا على أن يسبق اسمها اسم أحمد مظهر في أحد أفيش الأفلام، وبسبب إصرار السندريلا قرر الفنان الراحل بشكل جدي الاعتزال، وقام بفتح ورشة ميكانيكا لتصليح السيارات في منزله بمساعدة بعض من أصدقائه، كان معروف عنه شغفه الشديد بالميكانيكا وتصليح السيارات. توفى الفنان أحمد مظهر في 8 مايو سنة 2002 بعد صراع مع مرض الالتهاب الرئوي بالمستشفى، وأقيمت له جنازة شعبية حضرها نائب الرئيس ودفن بمقابر باب الوزير بالقرب من قلعة صلاح الدين، الله يرحمه ويتجاوز عن سيئاته. لحد هنا نكون خلصنا الفيديو، ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكم كل الاشعارات. اسيبكم في رعاية الله وامنه وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.